كيف تصبح أول تريليونير عرفته الإنسانية؟ لا أحد اليوم لا يعرف جيف بيزوس مالك ورئيس شركة أمازون، الشخص الذي يملك ثروة تقدر ب 123 بليون دولار ليكون أغنى إنسان جاء في تاريخ البشرية الذي نعلم. ولكن هذا الرقم الضخم ربما يتم كسره في المستقبل عن طريق هذه الصناعة، وإن كان هذا لم يحدث حتى الآن، ولكننا نود أن نشاركك في هذه المعلومات. هذه الصناعة التي نتحدث عنها هي التعدين في الكويكبات. من سيقوم بالتعدين في هذه الكويكبات؟ سيكون أغنى إنسان عرفته البشرية بثروة تصل لتريليونير دولار. ولكي نفهم لماذا تصل قيمة التعدين في الكويكب لهذا الثمن، فلنأخذ مثال حزام الكويكبات الذي يقع بين المريخ والمشتري، حيث يوجد ملايين الكويكبات تقع بين هذين الكوكبين تقدر قيمتهم بأكثر من 700 كنتليون دولار، وذلك لأن هذه الكويكبات بها كميات هائلة جدا من المواد الخام النادرة مثل الذهب والفضة والبلاديوم وربما أكثر من ذلك. فشركة تدعى الموارد الكويكبية في عام 2012 قدرت البلاتينيوم المستخرج من قطعة صغيرة 30 متر من كويكب قد تساوي 20 إلى 25 بليون دولار. قد يساوي البلاتينيوم الواحد المستخرج من كل البلاتينيوم المكتشف في تاريخ البشرية. وإذا زادت كمية البلاتينيوم المستخرجة من الفضاء سيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمتها الاقتصادية، ومن ثم انخفاض ثمن أشياء كثيرة يدخل البلاتينيوم في صناعتها مثل الهواتف المحمولة. ولكن البلاتينيوم ليس وحده فقط الذي من الممكن استخراجه من التعدين في الكويكبات، فكويكب ضخم بمساحة كيلومتر قد يحتوي على مرتين إلى ثلاث مرات من الإنتاج العالمي من الحديد النيكل. في هذه السنوات كويكب مثل هذا سيقدم إمدادات لا نهائية لاحتياجات البشر، وسوف تحصل الشركات التي تعمل في هذا المجال على عوائد مالية هائلة. وإذا أردنا أن نبدأ في هذه الصناعة ليس علينا الذهاب بعيدا في الفضاء، حيث يقدر بأكثر من 15,000 كويكب قريبين من الأرض. على سبيل المثال كويكب ريوغو الذي تقترب مساحته من 1 كيلومتر وتقدر قيمته ب 83 بليون دولار، وقد أرسلت الحكومة اليابانية مسبار لهذا الكويكب ليعود في 2020 بعينة لفحصها، وذلك لأن الكويكب سيكون قريب من الأرض في ديسمبر 2020 ومرة أخرى في 2025. أي شركة ستبدأ في التعدين على هذا الكويكب في هذه الفترة ستجني عشرات البلايين من الدولارات، وربما تكون هذه انطلاقة للذهاب أبعد من ذلك والتعدين في حزام الكويكبات. فهناك بالفعل أكثر من 700 كويكب اكتشفوا تقدر قيمتهم بأكثر من 100 بليون دولار. ولكن المحزن أننا لن نستطيع القيام بهذا الأمر في الوقت الحاضر، فالحصول على أي شيء من الفضاء مكلف جدا وربما تقل التكلفة بمرور الوقت وتقدم العلم. ولكن حتى اختيار الصاروخ الحديث المقدم من شركة إكس سبايس فالكون سيكلف 90 مليون دولار في الرحلة الواحدة أو 1411 دولار لكل كيلوغرام من البضائع. وليس هذا هو العائق الوحيد، فإننا حتى الآن لا نعرف كيف سنقوم بالتعدين على الكويكب ثم نقوم بحمل المعادن للأرض. أحد هذه الأفكار أن نقوم بسحب الكويكب أمام الأرض، وفكرة أخرى أن يقوم فريق تعديني من البشر والريبوتات للهبوط على الكويكب والبحث عن المعادن النفيسة ثم العودة مرة أخرى للسفينة ومن ثم للأرض. المثير في الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية صدر قانون عام 2015 بتنظيم حق المواطنين الأمريكيين في استكشاف الكويكبات وإجراء الأبحاث عليها والحصول على مواردها، ولكن حتى الآن لا يوجد قانون يتيح تملك الكويكب والأجرام السماوية عامة. وهذا يعني أنه إذا قامت شركة بسحب الكويكب إلى الأرض وقامت بعمليات التعدين عليه، فلا يوجد أي شيء يمنع الشركات الأخرى من التعدين على نفس الكويكب، حيث إنها ليست ملكا لأحد وسيصبح الأمر فوضويا. في المستقبل قد يضطر أحفادنا للتعامل مع هذه الموارد القادمة للأرض وتنظيم الحصول عليها،
في المستقبل قد نحصل على موارد ضخمة وغير نهائية، ليس فقط من الكويكبات ولكن من كل شيء في الفضاء. فالعالم ينظر الآن إلى السماء وكله أمل في موارد هائلة يسحبها إلى منزله في الأرض. وأول إنسان سيستطيع الوصول والبحث عن هذه المعادن النفيسة سيكون أول تريليونير عرفته الإنسانية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك والاشتراك بقنواتنا حتى يصلك كل جديد. أعرف متعة المعرفة والترفيه.